الموسيقى والأغاني يلي بتخليك تغمض عيونك وقت تسمعها، ومقطع الشعر يلي بيجبرك تبتسم بس تقرأه، هدول محطوط فيهم شي من روح صاحبهم وذكرياته وفرحه ووجعه، وبتحسهم بيشبهوا ذكرياتك وفرحك ووجعك. بالآخر الناس قد ما اختلفت بتضل تشبه بعضها كتير. هالنوع من الفن خطير لأنه بيقدر يفوت جواتك وبيعز لا مبالاتك يرجعك مبالي، ولجزء من الدقيقة انت وعم تسمعهم بيجيك احساسك القديم كأنه هلأ، كأنه ما غاب. المفارقة هون هي عقد ما رح تحب هالإحساس، عقد ما يمكن يزعجك حتى لو كانت ذكرى حلوة أو إحساس حلو، بس فكرة إنك بيوم امتلكته وصار ذكرى رح تزعلك شوي، ورح تضلك تحب تسمع هالغنية يلي بتزعلك. لهيك قلنا عنه لهالفن إنه خطير.